إلى ذلك أصدرت المقاومة الشعبية في تعز بيانا لها أكدت فيه وقوفها إلى جانب الشعب التركي الرافض للانقلاب متمنية له مزيدا من الحرية والديمقراطية. وأشار البيان إلى أن عهد الانقلابات قد ولى وأن الشعوب في طريقها للتحرر، ومنها الشعب اليمني الذي يقاتل من أجل حريته وكرامته. إننا نبارك للشعب التركي تصديه الباسلة لمحاولة الانقلاب ونجاحه الباهر في إحباطه في مهده وإسقاطه بالضربة القاضية في الجولة الأولى. إننا نؤكد للشعب التركي العظيم حكومة وشعبا واحدية المعركة، هذا الشعب الذي استقبل بالأمس القريب قائد المقاومة الشعبية الشيخ حمود سعيد المخلافي حفظه الله ورعاه، وسمع منه الكثير عن قضيتنا العادلة ومقاومتنا الباسلة سواء على مستوى تعز أو على مستوى الجمهورية اليمنية. وإننا نؤكد اليوم لإخواننا في تركيا أن الشعب اليمني يناضل منذ سنوات من أجل ديمقراطيته، ويقاتل منذ عام ونصف من أجل هزيمة ميليشيات انقلابية صادرت حق الشعب في اختيار من يحكمه من يحكمنا، وسطت على السلطة بالقوة، وهي تمارس حتى اللحظة قتل اليمنيين الرافضين لهذا الانقلاب الغاشم المحاصر بإرادة الشعب والقرارات الأممية. وإننا نبشر كل أحرار العالم بما فيهم الشعب التركي أننا ماضون في طريق النصر، وأن قوات الميليشيات الانقلابية التابعة لميليشيات الحوثي والمخلوع تتهاوى في كل الميادين، وغدا سنشارك الشعوب الحرة فرحة النصر وحياة الحرية والديمقراطية وهزيمة أعداء التنمية والبناء.